عاد الظاهرة طاعت الشيشة لتثير الجدل بخصوص سلوكات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الذي خرج مبكرا من مونديال روسيا بعد هزيمة أمام إيران والبرتغال وتعادل في مواجهة إسبانيا الثالثة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي داولوا صورا وفيديو نشره اللاعب نبيل درار وهو يشرب الشيشة بأحد مقاهي خلال متابعة لقاء بلجيكا والبرازيل يوم أمس الجمعة. وأقدم اللاعب نبيل درار على إزالة الفيديو من صفحته بعد تعرضه لسيل من الانتقادات من متابعيه الذي عبروا عن سخطهم من هذا التصرف الطائش. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان زمن الفوضى والسلوكات الغير منضبطة للاعبين السابقين في المنتخب المغربي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.